السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي للصلاة والخياطة، ونبدأ الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نصايب معكم واحد الخدة على شكل قلب، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش تخيطوها. غادي ناخدو هذه التيجانة قديمة وعجبني التوب ديالها، باقي زعما باقي جديد، وقلت غادي نفصلو الخدة على شكل قلب. كنتنيو التوب على 4، تشوفوا نتوما القياس اللي بغيتو تكون فيه هاد المخده. مثلا بغيتوها الا قلنا تكون غير تقريبا قد هكا، انا ما بغيتهاش تكون كبيره بزاف، عطاتنا 48 سنتيم. سنحاولوا نقادو التوب مزيان، هذا راه التوب ديال النظاره. ثمانية وربعين مقسمة على جوج هي 24، وواحد ديال الخياطة هي 25. هانتوما 25، وعندنا الطول ديال هاد الخطة هادي غادي يكون فيها تقريبا 30 سنتيم. ثلاثين وواحد ديال الخياطة. غادي نجيبو هاد النقطة، تنجيو من هنايا تنهبطو بشي 10 سنتيم تقريبا ولا 12 تقريبا. هنايا عندنا 25، و تنجيو كنسطرو من هاد البلاصة لهاد البلاصة حتى لهاد النقطة ديال 12 سنتيم. من هنا لهنا كنحاولو نسطروها ونهبطو من هنايا بشي تقريبا شي 8 سنتيم. يا إما كديروها بشي طبسيط، كتجيبوها من هنا لهاد النقطة هادي، كتجيبوها دايرة، أولا كديروها نتوما بيديكم بحال هكا. غادي نقطع من هنايا تنقوا بهاد المسطرة هادي، باش تجي مقورة. هانتوما تجي مقورة، ومن هنايا كيما قلت لكم غادي ديروها بشي تبصيل ولا بشي أولا غير بيديكم هكا كتحاولو تقبروها. هانتي من هنا لهنايا. بغيتو تطولو هاد القلب هذا ممكن نتوما تطولوه، انا كما قلت لكم درت في الطوله ديال المستطيل، درت في الطوله 33، ومن هنا هبط ب 8 سنتيم، هنا هبط ب 12، تجي مقوره من هاد البلاصه هادي، وكتجيب هاد التقويره كتسطرها بهاد البيروكي ولا بيستولي، مهم هاد النوع من المساطير هادو. هانتوما، وكما قلت لكم الا بغيتو تطولوا هاد القلب هذا يجيكم طويل شويه ممكن تطولوها.
انا اكتفيت بهذا القياس هذا. غادي نخلي واحد ديال الخياطه وكنقطع. هانتوما القليب ديالنا كيفاش جا، جات على هاد الشكل هذا. بغيتو نتومايا ديروا ليها السلسله من اللور، تتفصلوا الطرف الاولي الاولاني والطرف الثاني على حسب نتوما فين بغيتو ديروا ليه السلسله. إلا بغيتو ديروها من العرض هكا كتخليو كتفصلوها في باترون وكتفصلو هاد الطرف هو الاولاني وعاد كتفصلو هاد الطرف الثاني. أو لا بغيتو ديرو واحد الطريقة سهلة كتخليو تتخليو التوب مفتوح من هنايا وكتحطو فوق منو هاد القلب هذا وكتخليو سنتيم ديال الخياطة ديال السلسلة هنايا. بحال الا بغيتو بلا ما تبقاو تحلوها هادي راه تجي فيها غير الخياطه. هذه الطريقه ديال السلسله اللي قلت لكم كنديروها في دوك المخاد اللي تيكون فيهم من هنايا داك التكماش، الطرف ديال الثوب كيتكمش. الا بغيتو ديروا فيها السلسله غادي تفصلوا الطرف الاولاني مسدود والطرف الثاني كتخليو الثوب مفتوح بحال هكا. كنخليو الثوب مفتوح بحال هكا وعاد تنحطوا هذا القلب ديالنا وتنخليو سنتيم سنتيم. وهنايا كتكون عندنا مفتوحة وكنديرو السلسلة من هنايا عاد كنلاقي. وهاد الطريقة هادي غي كتجي ديريكت إلا بغيتي دير ليها غشام غشا آخر من التحت بلا ما تبقى تحل في الخياطة وتسد. وتنبداو بالخياطة هانتوما يعني الطرف على الطرف. الا بغيتو شدو هاد الفناتي بالنسبه اللي مازال ما متحكمينش بالماكينه تنخلي واحد الفتحه صغيره باش ندخلو اللاوات ديالنا. تناخدو هاد المخدة ديالنا كنبقاو نحلو الخياطة بحال هكا. كنحلو هاد التوب هذا باش إلا تقلب ما تبقاش ليكم الخياطة مشكرفة، حيت بعض الخطرات راه كنخيطو شي حاجة وتقلبوها متعرفوش شنو خاصة، خصوصا في هاد البلاصة اللي كتكون دائرية. الا ما قطعتيش الثوب بحال هكا ما تتحلش لك الخياطه نتوما تتقلبوها. هذه هي اسهل طريقه ديال انكم تصايبوا مخده على شكل قلب. انا وريتكم الطريقه السهله. وهي المخده ديالنا ولات على هذا الشكل هذا هانتوما يعني
ممكن انكم تزينوها بهذا البي هذا، بهاد السينتا هذه حقا، تبقاو ديروا هكا تنيو واحد، تبقاو ديروا البليات هكا هكا، وحده كديروها لهاد الجهه، وحده كديروها لهاد الجهه، وحده كديروها للجهه الاخرى. هانتوما بحال هاد الطريقه هادي، وكدوزو عليها كدوزو عليها هكا الماكينه، ملي كتحل كتعطي واحد المنظر صراحه كيجي زوين. ديروها هنايا الا بغيتو، انا بغيت نكتفي بها غير بحال هكا. و الى عجبكم الفيديو اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الفيديو.